الرحمن الرحيم، هنكمل كلامنا في النيرف ومع قانون الاول اور نان. الاول اور نان ده قانون او مبدأ بيقولوا عليه اول اور نان لو او اول اور نان برينسيبل. اول اور نان برينسيبل يعني مبدأ الاول اور نان. يعني ايه اول اور نان؟ كلمة اول اور نان معناها يا فيه يا ما فيش. وكده لما تكلم واحد انجليزي وتقول له اول اور نان، هو هيفهم يا فيه يا مفيش، يعني يا تجيب لي كل حاجه يا ما تدينيش اي حاجه. هو ده معنى كلمه اول اورنان، الترجمه الحرفيه لاول اورنان. طب ايه اللي مقصود بيها في علم الاعصاب؟ قبل ما ادخل في المقصود بالاول اورنان في علم الاعصاب، خليني كده مثلا اقول لك، لو انت عندك تاكسي، تاكسي اه تاكسي، شاورت لسواق التاكسي فواقف، فقلت له يا اسطى مثلا عايزك توديني المشوار الفلاني، فقال لك والله انا بروح المشوار ده ب 10 جنيه. ايه رايك لو انت اديت سواق التاكسي مثلا قلت له هديك 8 جنيه، هل سواق التاكسي هيرضى يروح المشوار ده؟ لا، مش هيرضى يروح هذا المشوار. طب لو اديته 9 جنيه هل هيرضى؟ برضه مش هيرضى يروح هذا المشوار. طب لو اديته 10 جنيه، خلي بالك انت اديته 8 او 9 جنيه ما رضيش يروح خالص، يبقى نان اهو ما راحش خالص. طب ايه رايك لو اديته 10 جنيه هيروح المشوار، صح ولا لا؟ طيب هيروح من طريق معين وهيوصلك المشوار زي الفل. طب ايه رايك لو قلت له هسه هديك 15 جنيه؟ اقول لك والله انا هروح نفس المشوار، اديتني 10 اديتني 15 هروح نفس المشوار. واخد بالك ان سواق التاكسي لما خد منك ال 10 جنيه وداك ووصلك نفس المشوار، ايه اللي هيوصله لك لو اديته 15 جنيه؟ هو ده بقى معنى كلمه يا فيه يا ما فيش. يا اما سواق التاكسي يوديك نفس المشوار ومش هيفرق معاه الفلوس، طالما هي يا اما زي اللي هو طلبه يا اما اكتر من اللي هو طلبه فمش هيفرق فهيوديك نفس المشوار، يا اما مش هيتحرك بيك نهائي، وده في حاله لو الفلوس اللي انت هتديها له اقل من الفلوس اللي هو طالبها. ده بالنسبه لسواق التاكسي. خليني اديك مثال تاني. مثلا لو انت عندك مسدس، والمسدس ده عشان يطلع رصاصه فلازم تضغط عليه بقوه معينه. نفترض ده انك ضغطت على المسدس ده باقل من القوه اللي هو محتاجها، هل هيطلع رصاصه؟ مش هيطلع رصاصه خالص، يبقى نانا اهو مفيش. طب ايه رايك لو انت ضغطت عليه بالقوه اللي المسدس محتاجها عشان يطلع الرصاصه؟ هيطلع الرصاصه بسرعه معينه. طب ايه رايك لو ضغطت على الزناد بتاع المسدس بقوه اكتر من القوه اللي المسدس عايزها عشان يطلع الرصاصه؟ هل هيفرق مع المسدس؟ هل هيطلع لك الرصاصه بسرعه اكتر وبقوه اكتر من اللي هو بيطلع بيها الرصاصه؟ لا طبعا، هيطلعها بنفس القوه. ده كده ابقى انا طبقت قانون الاول اور نان على المسدس. يا المسدس يطلع لك رصاصه بنفس القوه اللي بيطلع بيها اي رصاصه، يا اما ما يطلعلكش الرصاص خالص، ما عندوش حاجه اسمها وسط. المسدس ما تفرقش معاه القوه اللي انت بتدوس بيها عليه طالما هي تساوي او اكتر من القوه اللي هو محتاجها. واخد بالك من الكلمه دي؟ يعني طالما هتدوس عليه بالقوه اللي هو محتاجها او اكتر منها، هو هيطلع رصاصه كده كده بنفس الايه، بنفس السرعه وبنفس القوه وبنفس الشده، فمش هيفرق معاه. يبقى يا فيه رصاصه بنفس القوه الثابته، يا اما مفيش خالص، مفيش وسط. هو ده معنى كلمه اول اور نان، يا فيه يا مفيش، يعني ما عنديش وسط. طيب لما نطبق الكلام ده على علم الاعصاب، خليني اقول لك، لو انت عندك خليه عصبيه اهي، ادي خليه عصبيه، الثري شولد بتاع هذه الخليه العصبيه 10 ملي فولت. خليني افتكر معاك يعني ايه ثري شولد. الثري شولد دي كانت اقل قوه كهربائيه، اقل فولت تقدر تستثير بيه الايه، تقدر تستثير بيه هذا العصب. وكل عصب او كل نيرف فايبر، يعني كل خليه عصبيه ليها الثريشولد الخاص بيها. فنفترض ان الخليه العصبيه اللي قدامنا دي ليها ثريشولد خاص بيها قوته 10 ملي فولت. بمعنى ايه؟ بمعنى ان اقل استثاره تولد كهرباء في هذا العصب لابد ان تكون قوتها 10 ملي فولت. طيب ايه رايك لو اديت الخليه العصبيه ستيمولس قوتها 6 ملي فولت؟ تسال نفسك، هو ال 6 ملي فولت ده اقل من الثريشولد ولا بتساوي الثريشولد ولا اكتر من الثريشولد؟ هتلاقيها اقل من الاستشول. طب انت تتوقع طبقا للمثالين اللي قبل كده، لو اديت العصب قوه اقل من اللي هو محتاجها عشان يشتغل، هل هيشتغل؟ لا طبعا، كلام مش منطقي. طيب ايه رايك لو اديت العصب ستيمولس قوتها 10 ملي فولت؟ برضه ترجع تسال نفسك، هي دي ثريشولد ولا سب ثريشولد ولا سوبر ثريشولد؟ الثريشولد، لانها دكتور الاستشولد 10 ملي فولت وانا مديله 10 ملي فولت، فكده انا بديله الاستشولد بتاعه. فهل تتوقع ان العصب هيشتغل؟ اه طبعا هيشتغل، وهيعمل لي اكشن بوتنشال بقوه مثلا معينه. طيب ايه رايك لو اديته ستيمولس قوتها 15 ملي فولت، هل العصب هيشتغل؟ اه طبعا يا دكتور، ده اذا كان يشتغل وانت مديله 10، مش هيشتغل وانت مديله 15، ده يبقى كلام فاضي والله. اه هيشتغل، بس هل هيديك اكشن بوتنشال اقوى من الاكشن بوتنشال اللي اداهولك لما اديته كهرباء قوتها 10 ملي فولت؟
لا هيديك نفس الاكشن بوتنشال. كده ابقى انا طبقت قانون الاول اور نان على العصب. كده ابقى انا قلت ان العصب ما يفرقش معاه الاستيمولس اللي انت مديها له طالما هي بتساوي الثريشولد بتاعه او اكتر من الثريشولد بتاعه، هو هيديك اكشن بوتنشال بنفس القوه، يعني ما عندوش وسط. يعني ما يديكش اكشن بوتنشال خالص، وده في حاله لو انت اديته ستيمولس اقل من اللي هو محتاجها، يا اما يديك اكشن بوتنشال بنفس القوه، وده في حاله انك اديته الاستيمولس اللي هو محتاجها او اكتر منها، فهيديك نفس الاكشن بوتنشال، مش هيفرق معاه بقى شده الاستيمولس. هو ده قانون الاول اور نان. قانون الاول اور نان قانون بينص على ان السترينث اللي العصب، وبرضه بينطبق على العضلات، يعني القانون بينص على ان العصب او العضله بتستجيب للاستيمولس بنفس الشده اللي بتستجيب بيها لاي استيمولس، بشرط ان هذه الاستيمولس تكون مساويه للثريشولد او اعلى من الثريشولد بتاع العصب او العضله دي. فلو الاستيمولس مساويه للثريشولد او اعلى منها، مش هيفرق بقى مع العضله الاستيمولس شدتها قد ايه، طالما هي بتساوي الثريشولد او اكتر تنقبض بنفس الشده، والعصب هيطلع نفس الاكشن بوتنشال بنفس الشده وبنفس القوه اللي بيطلع بيها اي اكشن بوتنشال. ومن هنا تفهم ان الاكشن بوتنشال شدته واحده. يعني لما اقول لك اكشن بوتنشال، يبقى اكشن بوتنشال ده ثابت في نفس العصب، ليه نفس الشده، مهما زودت الاستيمولس هيفضل الاكشن بوتنشال نفس الشده، والكيرف نفسه الارتفاع بتاعه ثابت، مهما زودت شده الاستيمولس هيفضل عندك اكشن بوتنشال ثابت، شدته ثابته ما بيتغيرش من استيمولس لاستيمولس. يا اما يبقى فيه اكشن بوتنشال، يا اما ما يبقاش فيه خالص. لكن مفيش حاجه اسمها اكشن بوتنشال اعلى او اقوى من اكشن بوتنشال تاني، ما عندناش هذا الكلام في العصب. فبنقول ان الامبلس لا تتساوى مع الاستيمولس، بمعنى ان يا دكتور هل كل ما ازود الاستيمولس هتزيد معاها الامبلس؟ الامبلس دي اللي هي الكهرباء اللي ماشيه في العصب، والاستيمولس دي الاستثاره اللي انا بديها للعصب. رجاء ما تخلطش بين الاثنين، الاستيمولس دي الاستثاره اللي انا بستخدمها عشان استثير بيها العصب، والامبلس دي الكهرباء اللي هي الاكشن بوتنشال الناتج في العصب نتيجه الاستثاره اللي انا استثرته بيها، يعني نتيجه الاستيمولس. يبقى الامبلس ناتجه عن الاستيمولس، بس هل الامبلس تتناسب تناسب طردي مع الاستيمولس؟ بمعنى ان هل كل ما زود الاستيمولس هتزيد عندي الامبلس؟ هتزيد عندي الكهرباء؟ هيزيد عندي التغيير في فرق الكهرباء بين بره وجوه العصب؟ هيزيد عندي شده الاكشن بوتنشال؟ لا. يبقى اقدر اقول لك ان الامبلس لا تتناسب تناسب طردي مع الاستيمولس. يا اما يبقى في عندي امبلس، يا اما ما يبقاش في عندي امبلس، لكن مفيش حاجه اسمها امبلس متغيره في الشده بتاعتها او تتناسب مع شده الاستيمولس. تمام كده؟ طيب بيقول لك لو الاستيمولس اللي انت استخدمتها، الاستثاره اللي انت استخدمتها عدت الثريشولد، عدت قوه الثريشولد، فالعصب او العضله هيدوا نفس الريسبونس اللي هو الكومبليت ريسبونس بتاعهم، ومش هيفرق معاهم الكهرباء دي شدتها قد ايه او الاستيمولس اللي انت اديتها دي شدتها قد ايه. تعالوا نشوف كده بقى الكلام بكيرفات عشان يبقى واقعي اكتر. ادي الاستيمولس اللي كانت 6 ملي فولت. خلي بالك استيمولس 6 ملي فولت وانا العصب كان محتاج 10 ملي فولت، فهيبقى مفيش اي اكشن بوتنشال هيحصل خالص. نو اكشن بوتنشال ات اول، نو اكشن بوتنشال ات اول. والمقصود بالاكشن بوتنشال هو كهرباء بروباجيتد، يعني بتمشي في العصب لغايه لما توصل للنيرف اندنج. الكهرباء تغيير ثابت في فرق الجهد بين طرفي الممبرين، وهذا التغيير بيتغير من نقطه لنقطه، عمال يمشي من نقطه لنقطه لغايه لما يوصل للنهايات العصبيه. ده المقصود بكلمه اكشن بوتنشال. طيب لو اديت ستيمولس شدتها 10 ملي فولت اللي هي مساويه للثريشولد، هتلاقي عندك حصل اكشن بوتنشال اهو، زي ما احنا عارفينه اكشن بوتنشال اهو، شدته مثلا اهي اعلى حاجه فيه اهو، دي اعلى نقطه فيه. طب لو انا اديت كهرباء شدتها 15 ملي فولت، هتلاقي ان انت نتج عندك نفس الاكشن بوتنشال اللي طلعته الكهرباء اللي هي 10 ملي فولت بنفس الشده اهو. خلي بالك ارتفاع هذا الكيرف هو نفس الارتفاع بتاع الكيرف ده، مش اعلى منه. يعني مش معنى ان انا زودت الاستيمولس وخليته 15 ان انا ينتج عندي دي اكشن بوتنشال اعلى او اقوى من الاكشن بوتنشال السابق، لا طبعا. فهو ده قانون الاول اور نان، يا مفيش اكشن بوتنشال يا في اكشن بوتنشال بنفس الشده، ومش هيفرق بقى معايا شده الاستيمولس اللي مولده هذا الاكشن بوتنشال قد ايه، طالما هي بتساوي او اعلى من الثريشولد فهينتج عندي اكشن بوتنشال بنفس الشده. طيب فاضل بقى حته مهمه جدا، مين التيشوز او مين الاستراكشرز اللي في جسمك اللي بينطبق عليها هذا القانون؟ الموضوع ما بينطبقش على الاعصاب بس، لكن لما تيجي تبص في التيشوز اللي بينطبق عليها هذا القانون تلاقي اول حاجه طبعا السنجل نيرف فايبر. وخلي بالك من كلمه سنجل، سنجل نيرف فايبر يعني خليه عصبيه واحده، خليه عصبيه واحده. اصل في حاجه اسمها سنجل نيرف فايبر، وفي حاجه اسمها ان انا اجيب اكتر من نيرف فايبر واحطهم على بعض فينتج،
في حاجه اسمها ان انا اجيب اكتر من نيرف فايبر واحطهم على بعض فينتج عندي حاجه اسمها نيرف ترانك اللي هو العصب الكبير اللي انت بتشوفه في المشرحه. لكن السنجل نيرف فايبر ده الخليه العصبيه الواحده اللي انت طبعا عمرك ما هتشوفها لانها بتتشاف تحت الميكروسكوب، خليه عصبيه واحده دي اللي ينطبق عليها قانون الاول اور نان. لكن العصب الكبير اللي انت بتشوفه في المشرحه اللي هو مكون من اكتر من نيرف فايبر اللي هو مالتي نيرف لا ما قلتش عليه ايه، ما ينطبقش عليه قانون الاول اور نان. ليه يا دكتور؟ ايه السبب؟ لان كل نيرف فايبر في هذا العصب الكبير ليه ثريشولد خاص بيه، ليه ثريشولد خاص بيه. فهتلاقي مثلا عصب ليه ثريشولد، نيرف فايبر ليه ثريشولد 10، ونيرف فايبر ليه ثريشولد 11، ونيرف فايبر تاني ليه ثريشولد 12. فلما تدي ال10 هتشغل نيرف فايبر منهم، لكن لما تدي 11 هتلاقي ان في اكتر من عصب بدا يشتغل. يعني هتلاقي عندك اهو التاثير عمال يزيد، عمال يتناسب تناسب طردي مع الاستيمولوس، وهنا ده يتنافى مع قانون الاول اور نان. فلو جيت تطبق قانون الاول اور نان على الاعصاب الكبيره اللي هي مكونه من مالتيبل نيرف فايبرز لا مش هينطبق عليها الاول اور نان، لكن السنجل نيرف فايبر اللي ليه ثريشولد ثابت ينطبق عليه طبعا الاول اور نان. طيب ايه تاني؟ يقول لك السنجل سكيليتال ماسل فايبر نفس القصه برضو، لو جبت ليفه عضليه او خليه عضليه واحده هينطبق عليها هذا القانون اللي هو الاول اور نان. هتديها كهرباء اقل من الكهرباء اللي هي محتاجاها مش هتنقبض خالص. طب لو اديتها كهرباء مساويه للكهرباء اللي هي محتاجاها هتنقبض انقباض بشده معينه، لو اديتها كهرباء اعلى من الكهرباء اللي هي محتاجاها هتنقبض انقباض بنفس الشده اللي انقبضت بيها قبل كده. معنى كده ان قوه الاستيمولس مش هتفرق مع العضله في شده الانقباض بتاعها. طب ليه قلت سنجل سكيلتال ماسل فايبر؟ لان نفس القصه برضو، العضله الكبيره اللي انت بتشوفها في المشرحه او على الجثه العضله اللي بتبقى مكونه من مالتيبل سكيلتال ماسل فايبرز، مكونه من اكتر من خليه عضليه طبعا، فكل خليه هيبقى ليها الثريشولد الخاص بيها. فكل طبعا لما تزود الكهرباء كل ما هتشغل عدد خلايا اكتر، فهتلاقي عندك قوه العضله ككل بتكبر وقوه الانقباض عمال يزيد في العضله ككل. لكن لو بصيت على مستوى السنجل ماسل فايبر هتلاقي ان القانون بينطبق عليها، وان كل سنجل ماسل فايبر ليه شده الانقباض الخاص بيه اللي ما بيزيدش خالص. تمام كده؟ طيب خلي بالك بقى اقول لك اللي هو الكاردياك ماسل. الكاردياك ماسل مكونه من برضو خلايا كتير، يعني مكونه من ماسل فايبرز كتير. بس ليه جيت في الكاردياك ماسل تحديدا وقلت عضله القلب كلها ما قلتش السنجل كاردياك ماسل فايبر؟ ليه بقى؟ هتعرف دلوقتي السبب. برضو ارجع اقول سام سموث ماسل فايبر، العضلات الملساء، بعض العضلات الملساء ينطبق عليها قانون الاول اور نان، والبعض الاخر لا ينطبق عليه قانون الاول اور نان. وهتعرف ليه دلوقتي ليه استثنيت الكاردياك ماسل وبعض الخلايا وبعض العضلات الملساء من هذا القانون. بص كده معايا، دي صوره السكيلتال ماسل فايبر، كل خط من دول عباره عن خليه عضليه زي ما انت شايف كده، ادي خليه وادي خليه وادي خليه وادي خليه. واخد بالك ان كل خليه مستقله بذاتها، يعني انا لو استثارت الخليه دي فالخليه دي بس هي اللي هتنقبض، لو استثارت دي لو جبت كهرباء وحطيتها هنا دي بس اللي هتنقبض، لو استثارت دي فدي بس اللي هتنقبض. لكن بص على الكاردياك ماسل كده هتلاقي ان الكاردياك ماسل كل خليه فيهم متوصله بالثانيه، او الخلايا بتاعت عضله القلب كلها مفتحه على بعضها. فلو استثرت خليه عضليه قلبيه هتلاقي ان عضله القلب كلها هتنقبض. عشان كده خلي بالك قانون الاورنان ينطبق على السنجل سكيلتال ماسل فايبر وينطبق على الهول كاردياك ماسل، لان السكيلتال ماسل كل خليه فيها مستقله بذاتها، لكن الكاردياك ماسل الخلايا كلها مفتحه على بعض، فالكهرباء هتتنقل من خليه لخليه من خليه لخليه. فلو انت استثرت خليه عضليه قلبيه واحده هتلاقي عضله القلب كلها انقبضت، لان كل الخلايا مفتحه على بعض، فتلاقي الكهربائيه انتقلت من كل الخلايا لبعضها، فتلاقي كل الخلايا انقبضت في نفس الوقت. فعشان كده القانون بينطبق على عضله القلب كلها. لكن نيجي عند السكيلتال ماسل نقول لا، القانون ينطبق على خليه، الخليه اللي هي الفايبر هو الخليه، سنجل فايبر هو الخليه، نيرف فايبر معناه نيرون او خليه عصبيه، ماسل فايبر معناه برضو خليه عضليه او ماسل سيل. وكده نبقى خلصنا قانون الاول اور نان. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوه واستوعبتوه كويس. لو في اي اسئله انا تحت امركم. طبعا ما تنساش انك تعمل سبسكرايب للشانل وفولو على الفيسبوك، لينك الاكونت بتاع الفيسبوك هتلاقيه في الديسكريبشن بتاع الفيديو. شكرا ليك.